كمان خلونا نروح لخبر تاني برضو خاص بنهارك ابيض، وهو فيما يخص استبعاد طارق حامد لاعب وسط الفريق من قائمه لقاء الجونه النهارده. على الرغم من مشاركه طارق حامد في التدريبات خلال اليومين اللي فاتوا طبعا بعد ما تعافى من اصابه الركبه، وقلنا ان هو هيكون متواجد في مباراه الجونه وفي مباراه الوداد المغربي، لكن عرفنا هنا في نهارك ابيض عرفنا سبب استبعاد طارق حامد عن مباراه الجونه النهارده، طبعا على الرغم من الجاهزيه الطبيه لطارق حامد. طبعا كان في اتجاه من الجهاز الفني للفريق من البدايه بعد تعافي اللاعب وهو تجهيزه بالشكل الافضل بدنيا وفنيا للقاء الوداد، وعدم تواجده في لقاء الجونه النهارده من اجل الحفاظ عليه بشكل افضل او بافضل شكل ممكن طبعا لمشاركه طارق حامد في مباراه الوداد المغربي يوم الجمعه الجاي.